2009, Interpol and Under ICE Laboratories had a vision. The vision was that we would make IP crime training universally available to all police, customs, the private sector, IP crime investigators, wherever they are in the world. I'm delighted to say that vision has now come to fruition. And today is a particularly important milestone because today we're going to award the certificate to the first officer that's completed the 14-module course. The certificate from the International IP Crime Investigators College certifies that Mohammed Al-Salati from the Qatar Ministry of Interior has successfully completed a course of professional studies on the investigation of transnational and organised intellectual property crime. So with that, can I please ask you to stay and join me, Mohammed? اولا انا انضميت للانتربول في دوره ثلاث شهور دوره تدريبيه يعني في الانتربول من خلال الدوره هذه اكتشفت ان في جامعه دوليه خاصه بالاي بي كرايم وان عندها دورات عن طريق الاونلاين فحبيت فطلعت عليها وحبيت اني اشارك في الدوره هذه واستفيد منها فدخلت فيها أونلاين وخذت ال 14 موديل فيها 14 موديل ففي ال 14 موديل هذا استفدت أشياء كثيرة يعني عرفت اللي هي تتكلم عن حقوق الملكية الفكرية وكيفية حماية الملكية الفكرية والجرائم التي تقع على الملكية الفكرية فاستفدت منها كثير يعني وكنت أخوض الموديل في يوم ونص بعض الموديلات يعني أخذ فيها يومين فاجتزت الدورة كاملة اللي هي 14 موديل يعني خلال ثلاث أسابيع أو شهر تقريبا يعني واستفدت منها كثير يعني وأتمنى أني أطبقها أنا في دولتي إن شاء الله والله أنا أنصح أن الجميع يخوض الدورة هذه من أفراد من ضباط الشرطة أو الجمارك أو لأنها فيها أهمية كبيرة يعني فيها معلومات مش أي واحد عنده هذه المعلومات يعني معلومات مهمة وشيقة يعني وهي سهلة يعني في يعني أونلاين و14 موديل ما تأخذ منك يعني تقريبا أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو شهر بالكثير يعني وطريقة الخوض فيها سهلة يعني من بلادك تأخذها أونلاين أو يعني ومتوفرة بثلاث لغات حاليا يعني بالإنجليزية وبالفرنسية وبالأسبانية وحاليا هم يفكرونك وفي مشروع أن يخلونها باللغة العربية يعني غريبا يعني بتكون باللغة العربية حقيقة أنا أشكر منظمة الانتربول على أنها أطلعتني على الجامعة الدولية الخاصة بالآي بي بمكافحة الآي بي كرايم اللي استفدت منها أنا كثير صراحة في حماية الملكية الفكرية في الغرسنة الفكرية في جرائم التزوير في جرائم التقليد والبضائع غير المشروعة فاستفدت يعني منها كثير والله الحمد يعني هاي كلها بفضل الانتربول اللي هم نبهوني وخلوني أعرف عن الجامعة الدولية الخاصة بالآي بي كرام ما كانت عندي فكرة سابقة عنها يعني نهائياً